موضوع الحقيقة في غاية من الأهمية، اللي هو أو أسباب عدم الحمل. شنو هي الأسباب هذه بالنسبة للمرأة وإلا بالنسبة للرجل؟ أهم الطرق المستعملة اليوم في تونس وفي العالم بصفة عامة في المساعدة على الإنجاب. هذاك علاش سعيد جدا بحضوره معايا الدكتور أحمد الصخيري، طبيب نساء وتوليد ورئيس الجمعية التونسية المساعدة على الإنجاب. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا، عفوا. شكرا لك دكتور احمد على قبولك دعواتنا وحضورك معنا في موضوعنا لليوم. دونك نحكيه على دكتور، حتى لو نبداو بالارقام او نبداو بالدراسه الاجتماعيه للموضوع هذايا، العديد من الازواج يشتكيوا من مشاكل في علاقه بعدم الانجاب، هذا واقعنا او لا؟ بالطبيعه هذا الواقع اللي عايشينه كل يوم. انت عندك تقريبا سدس، معناتها ان كوبل سور سيس، الازواج اللي يعديوا على خاطر ما ينجموش يجيبوا صغير بطريقه طبيعيه ويعديوا. عندك تري بيان دكتور، اكيد عدم القدره على الانجاب عنده اسباب بالنسبه للمراه وبالنسبه للرجل. اولا خليني لو تفسر لنا اكثر عدم القدره على الانجاب، هذه نعرفوها، وهل انه اليوم بالتطور العلمي اللي وصلنا له ما عادش نجمو نحكيو على ما يسمى بالعقم النسائي او الرجالي؟ لو تعرف لنا عدم القدره على الانجاب بطريقه بسيطه للناس اللي تسمع فينا. يعطيك الصحة، أنا عجبتني المقدمة نتاعك. صحيح ماذا بينا اليوم ما عادش نحكيو على العقم، على خاطر تحسها كلمة تقول شيء عليها فيها عقاب. العقم ولا السيريليتي كلام ماذا بينا نبعد عليه. اليوم نحكيو بالفرنسي على الانفيرتيليتي وعلى تأخر الإنجاب. تأخر على خاطر بقدرة ربي الحلول موجودة في برشا حالات، وماذا بينا نكونوا إيجابيين في اللي نعملوا فيه. احنا نحكيو على تأخر الإنجاب وقت اللي فما عام زواج بالنسبة للمرأة اللي عمرها أقل من 35 سنة. عام من الزواج، عام من الزواج ماذا بيها تمشي، كان ما رزقهاش ربي بالحبالة بالحمل، ماذا بيها تمشي تعدي عند طبيب نتاع نساء والتوليد وتعمل الكشف والتحاليل الداسمة. بالنسبة للمرأة إذا عمرها أكثر من 35 سنة، ولا إذا فما سبب معروف، افترضنا الراجل يعرف عنده مشكلة معينة، ولا المرأة تعرف عندها عاملة عليه قبل عاملة عملية، وقتها ما نستناه بشكل عام، هذاك نمشي ونعديه ديريكت، ما نقعدوش نضيعوا في الوقت. باهي، دونك نحكيو على عام من الزواج، ثم بعدها نحكيو على تأخر في الإنجاب. قبل العام هذايا ما نجموش نحكيو على تأخر في الإنجاب، هذا من المنظور العلمي بيان سور. أكيد دكتور، الأسباب التي تقف وراء تأخر الإنجاب. الأسباب هذه راهي احنا عديدة ومتعددة، أكيد عديدة ومتعددة، مش ندخل فيهم. أما احنا عادة نقول ثلثها جاي من الراجل وثلثها جاي من المرأة وثلث دي كوزميك، أسباب جاية من الرجل وين المرأة. دونك بطبيعة فما أسباب اللي نعملوا التحاليل نتاعنا كل وما نلقاو حتى شيء، هذه تتسمى انفيرتيليتي نكسبليكي، ولا معناتها غير قابلة للتفسير، ولا ما غير سبب واضح. ما غير سبب واضح مهما معناه تقدم العلم كل شيء، النسبة هذه قديش دكتور؟ تقريبا 20%. 20%، دونك نحكيو 30% بالنسبة للرجل، 30% بالنسبة للمرأة، أيضا 30% أسباب مشتركة ما بين الكوبل. تقريبا يقولوا 10-20%. تقريبا. 20% أخرى، دونك هذه غير قابلة إلى التفسير، أسباب أخرى. دونك دكتور، كما بدينا منذ بداية فقرتنا اللي هي ألو دكتور، أحكينا على أنه اليوم عاش نحكيه على ما يسمى بالعقم، نحكيه على تأخر في الإنجاب، هذا كل بفضل التقدم العلمي والتقدم الطبي. أكيد فما دونك جملة من الطرق المستعملة في المساعدة على الإنجاب. بالطبيعة احنا قبل ما نمشيو للطرق ماذا بيا نفسر لكم شنو اللي يصير بالضبط، معناتها كيفاش نخلطوا لها احنا، شنو هي هذه؟ معناتها افترضنا وصلوا توا هما بحث الطبيب،
الطبيب بيش يطلب منهم التحاليل. فما تحاليل تخص المرأة وفما تحاليل تخص الرجل. التحاليل اللي تخص الرجل سهلة، فما تحليل السائل المنوي يقولوا له سبيرموغرام. بالنسبة للمرأة عندها تحاليل كما تحليل الهرمونات بتاعها، تحليل دم، وفما تصويرة متاع القنوات تسمى إستيروغرافي، ويعدي عليها الطبيب متاعها. كي نعملوا التحاليل هذه الأولية ناخذوا فكرة، معناتها هذوما ينجموا نعاونوهم بطرق صغيرة، معناتها نعطيهم علاج طبي وينجم يصير الحمل بقدرة ربي. ولا نقولوا نحن المشاكل اللي عندها راهي العلاج الطبي الساهل ما يمشيش معاها، في الحالة هذه نتعداو لما يسمى بطفل الأنبوب والتلقيح المجهري، اللي هو معناتها نسميهم طرق من طرق المساعدة على الإنجاب. معناتها باش نرجع للسؤال بتاعك انت، قلت لي شنو الطرق. معناتها الطريقة رقم واحد هو العلاج الدوائي والتنظيم والساهل. ينجم يكون في المرحله الاولى دكتور، ينجم يكون دونك في المرحله الاولى نجمو نحكيو كما قلت انت، اما حلول دوائيه يعني ثم دواء تعطى للمراه او للرجل، او ينجم يكون حتى معناها شفويا ثم حوار اكيد يدور ما بين لي باسيون نتاعو وما بين الكوبل وما بين الطبيب المباشر ليهم جينيكولوج، دونك هو اللي باش يعطيهم جمله من النصائح اللي ينجموا يتبعوها. دونك فما حالة أخرى ثانية اللي هي هذوما جملة النصائح. بالله ديما نذكر النصائح المهمة اللي هو بالنسبة للرجل، ننصحه باش ينقص من الدخان، خاطر عندنا كثير من الرجال يدخنوا، وكما كنا قبل نقولوا العقل السليم في الجسم السليم، زيد هذا في المساعدة حتى في علاقة بالإنجاب. يبدا البنت شنو؟ اكيد قلت لك حتى في علاقه بالانجاب، دونك الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم. وبالنسبه للمراه عندنا المشكله الكبيره اللي عندنا زياده في الوزن، معناتها السمنه عندنا زياده في الوزن بنسبه كبيره، معناتها ماكلتنا تعرف ماهيش صحيه برشا. مالوريزمون معناتها هذوما النصائح تمام. هذه الطريقه رقم واحد، معناتها بالنسبه كيفاش نعاونهم، معناتها السبور، الرياضة، الحمية، الرجيم، والتوقف على الدخان. هذوما ساعات راهو معناتها تصير الحبالة من غير ما نحتاجوا حتى دواء، معناتها علاش قلت أهم حاجة نبدوها هي ساعة النصائح هذه والتحاليل. من بعد كي لقينا راهو هذه الحاجات ما تنفعش ولا المشكلة كبيرة برشا، شنو هما الأمثال نعطيك؟ عند الرجل ينجم يكون فما نقص كبير في الحيوانات المنوية اللي هو ما يصيرش حمل بطريقة طبيعية. ولا عند المرأة عندها انسداد في القنوات. انسداد في القنوات. القنوات هو تعرف المرأة جسمها يتكون عندها الرحم وعندها قنوات الفالوب وعندها البويضة. ما يلزم البويضة من تتنقل. تخرج من البويضة وتخلط للرحم عبر قنوات الفالوب. افترضنا عندها انسداد غالي. ما يصير حتى شيء. معناتها في الحالات هذه نقترح حاجه اسمها المساعده على الانجاب، اللي هو طفل الانبوب او التلقيح المجهري. طفل الانبوب او التلقيح المجهري. المجهري. به دكتور كان تفسر لنا اكثر دونك للناس اللي تسمع فينا، طفل الانبوب او تلقيح المجهري كيفاش يتم؟ به هذوما اجا نبداو كالعاده فما دروج. احنا درجه رقم واحد ما يسمى بالتلقيح داخل الرحم. معناتها هذوما كيبدا فما نقص صغير في عدد الحيوانات المنويه، ماهيش حاجه كبيره، نجموا نعملوا ناخذوهم مع الحيوانات المنويه، نصفيوهم ونحطوهم مباشره في وسط الرحم. هذه تسمى انسيميناسيون بالفرنسيه، ولا التلقيح داخل الرحم. هذه خطوه رقم واحد. يعني ماهيش ممكنه. الخطوة رقم اثنين يسمى بطفل الأنبوب. شنو هذايا؟ معناتها المرأة نعمل لها تنشيط البويضات، هذا العلاج يحتاج تقريبا 9-10 أيام، ومن بعد تمشي للمركز معناتها المستشفى ولا المساحة، ونقوموا بسحب البويضات نتاعها نجبدوهم، ومن بعد نحطوا الحيوانات المنوية بجانب البويضة، ويصير الطريقة التلقيح يصير بطريقة طبيعية وحده أما خارج الرحم. هذاك علاش يتسمى طفل الانبوب، معناتها خاطر الامور تصير في الانبوب. ومن بعد 3-5 ايام نعاود نرجع الاجنه في وسط الرحم.
يعاود معناها تصير عملية زرعها مرة أخرى في زرعها صحيح. والرقم ثلاثة اللي هي تسمى التلقيح المجهري، إكسي بالفرنسية ولا بالإنجليزية، ناخذوا البويضة وما نقعدوش نستناو حتى التلقيح يصير وحده، نقوم بزرع الحيوان المنوي مباشرة في وسط البويضة في المجهر بالميكروسكوب، هذاك علاش يسمى التلقيح المجهري. وبالطبع كما العملية بل نستناو من 3 إلى 5 أيام لترجيع الأجنة في وسط الرحم. تري بيان، دونك هذوما بريسك أغلب التقنيات المستعملة، واليوم موجودة التقنيات هذه دكتور في تونس بيان سور. والله والحمد لله موجودة، وأكثر من هيك نقول لك موجودة في أكثرية المدن الكبرى في تونس، وعندنا اليوم مراكز معناتها في الخواف كما عندنا في القطاع العام. أيضا أنا ديما نقولوا ماذا بينا كان جات معناتها كان جات عندنا أكثر مراكز موجودة في المدن الكل، وديما ماذا بينا كان العباد معناتها تسهل لهم يسهلوا باش ينجموا يفهموا معناتها. خلنا نعطيك لمحه وبرا الفكري قلت الجمعيه. احنا عندنا الجمعيه تسمى بالفرنسيه اسوسياسيون تونيزيان دو فيرتيليتي هومان ATFH، ولا بالعربي الجمعيه التونسيه للخصوبه البشريه. هي جمعيه الهدف نتاعها هي التوعيه، هذاك اللي قاعدين نعملوا فيه توا نحن. معناتها الهدف نوصلوا المعلومه للمواطن باش الوقت اللي يحتاج معناتها يبدا عنده احتياج في المساعده على الانجاب ينجم يلقى المعلومه بطريقه سهله. تري بيان. دكتور ايضا بين الاسئله اللي توا دونك جاتنا على صفحتنا، فما ناس تسال على نسبه نجاح التقنيات هذه المستعمله في المساعده على الانجاب، تقول لك شنو هي النسبه معناها مئويا لو نحكي. والله هذه هي لا كيستيون كيفاش، هذه هي السؤال اللي في العاده نجموا تتعرضوا له شويه حساسيه. نفسر لك شنو رايي. نسبه النجاح مربوطة أكثر بحاجة بعمر المرأة. على قد ما المرأة أصغر في العمر على قد ما نسبة النجاح يكثر. معناتها المرأة الصغيرة اللي أقل من 35 سنة واللي ما عندهاش مشاكل أخرى في الرحم نتاعها، معناتها ما عندهاش لحمة ما عندهاش حاجات معينة، تنجم تخلط نسبة النجاح إلى 40% في المحاولة الواحدة. 40% في المرحلة الأولى. في المرحلة معناتها هي تعمل عملية عند تقريبا 40% نسبة نجاح، وتبدا النسبة تنقص بشوية بشوية مع تقدم حتى كي تفوت 43 سنة تولي أقل من 10%. واضح، معناها مربوطة ترابط وثيق مع عمر المرأة. هذا كي نحكيه للناس كل بيع كل ملف وكل حالة وحدها. أكيد كل حالة خاصة، نجم تكون السبب من المرأة، نجم يكون السبب من الرجل، نجم تكون نحكيوش على الأسباب الخاصة، نجم يكون فما نجم المرأة صغيرة والرجل عنده مشاكل كبيرة برشا في الحيوانات المنوية نتاعه والتلقيح ما يصيرش، وفما مرأة تلقى عمرها 39 سنة وتلقاها هي في جسمها ما عندها حتى مشكلة وتلقاها لبس عليها ومعناتها قدرة ربي ينجح معها. معناتها هذايا كل علاش قلت لك كيستيون كيفاش، على خاطر معناتها السؤال عام راهو اجابته عام. معناتها انا ديما نقول لازمكم تمشيو تعديو عند الطبيب نتاعكم وهو ينجم يفسر لكم اكثر شنو الحاجات اللي تحتاجونها. أكيد، لأنه الطبيب المباشر هو اللي يعني عنده دراية كافية بالحالة، خصوصا وأنه في الحالات أو في حديثنا على المواضيع هذه كل حالة وعندها الخصوصية بتاعها، دونك مثلا نجموش ناخذوا احنا معايير ونجموا نحطوها على كل حالة عندها الخصوصية بتاعها. دكتور قبل ما نتعداو لأهم النصائح اللي تنجم تقدمها أنت دونك كمختص في أمراض النساء والتوليد لكوبل اللي تسمع فينا، لو عندك مضيف ايضا في هذا السوجي دكتور. دكتور نسمع فيك. نسمع عند الاضافه يمكن الاضافه ان ندخل معناتها هي بيد النصيحه معناتها دي منقول راهو ما تضيعوش وقتكم معناتها كان راه فما زاد حاجه اخرى. انت برشا ناس يتفجعوا
يقول لي كان باش نمشي للطبيب طول باش يطلب عليا تحاليل غالية وطول باش يعمل لي عملية وطول باش يقترح طفل الأنبوب وطول. موش صحيح راهو في العادة على قد ما نعديه على بكري على قد ما فما حاجات نفيقوا بهم على بكري. معناتها امرأة عمرها 29 سنة مش هي بيدها مشاكل امرأة عمرها 39 سنة على قد ما هي كما نقولوا تعدي على بكري على قد ما تفيق بحاجات على قد ما الحلول تولي أسهل واضح في كل شيء في تعبها في الدم. بالنسبة للنصائح معناتها نرجع النصيحة بالنسبة للرجل ينقص لنا ماذا بينا من الدخان وماكلة صحية وبالطبيعة فما المحافظ ماذا بينا يكون رياضي وماذا بينا ما يتمنش معناتها الحاجات هذه كل وفما الخدم بالنسبة للراجل فما خدم اللي تعرض للنقص نتاع الحيوانات المنوية فما أكيد مواد كيميائية فما إسخانة فما شكون يخدم تلقاه قاعة في بلاصة سخونة برشا أكيد دكتور هذه ديجا المعلومة ماهيش موجودة ماهيش متواترة ماهيش مش الناس الكل في بالها انه اسخانة مثال عندها تأثير على الحيوانات المنوية خصوصا انه نعرفوا برشا مهن يعني ما غير حتى ما نسموها اما عندها ما تبداش حتى فيها كيفاش دكتور؟ قلت لك ما نسميوش باش ما ندخلوش بيان هذا كله نسبية معناتها فما شكون تلقاه يخدم في السخانة وما عندوش مشاكل وفما شكون يأثر عليه معناتها نفس الحاجات نجم تأثر على العباد بطرق مختلفة فما واحد تأثر عليه برشا فما واحد بدنه قوي ما يأثرش عليه ما يلزم الواحد يحتاط وبالنسبة لل معناتها الخصيتين سرتو عند الصغيرات عند الأولاد الصغيرات ماذا بينا نثبتوا خاطر فما حاجة أخرى هي تأخر في نزول الخصيتين لو دخلنا في موضوع مش تبع الصغيرات هذوكم حاجات نفيقوا بهم على بكري ماذا بينا اللي يعدي عند ولده معناته يعدي عند البيديات اللي ثبت على حكاية الخصيتين علاش هم الخصيتين موجودين خارج الجسم على خاطر حرارة الجسم 35 درجة والخصيتين الحيوانات المنوية يزمهم يكونوا موجودين في حرارة ما تفوتش 35 درجة لك علاش السخانة تأثر على الخصوبة. يعطيك الصحة شكرا لك دكتور أحمد السخيري دونك طبيب نساء وتوليد على كل هذه المعلومات القائمة اللي قدمتها لنا وبشرتنا بها دونك وفسرت للناس دونك موضوع عدم القدرة على الإنجاب أو تأخر الإنجاب هذا وقلت أنه ما نجموش نحكيه اليوم على عقم بل فما تقنيات مستعملة اليوم موجودة في تونس موجودة في القطاع العمومي وموجودة أيضا في القطاع الخاص تساعد على الإنجاب دونك وقدمت جملة من النصائح في علاقة بموضوع تأخر الإنجاب دونك بعد عام من الزواج ما صارش الحمل دونك وقتها يتوجب علينا انه نتوجه لاقرب طبيب مختص في امراض النساء والتوليد ووقتها نشوفوا الاسباب المتسببه في عدم او تاخر الانجاب باش ما نقولوش عدم القدره على الانجاب سينو احنا نخرجوا موزيكا مازلنا مواصلين معكم في سانتي